بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس اللي مشرفنا النهارده. اهلا وسهلا كابتن نصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسلام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن هاني الاجري. اهلا بيك. مبروك للنادي الاهلي، ومبروك تاني. الحمد لله النهارده مفيش اصابات للاعبين نتيجه الملعب السيء اللي انا هتكلم النهارده كابتن ايمن في حاجتين مهمين جدا: الملعب وحكم المباراه. اولا يمكن الاتحاد الدولي دايما بيتكلم على سلامة اللاعبين، دي نمرة واحد. والنهارده الملعب اعتقد كل اللي شافه ده لا يدل على سلامة اللاعبين، بالعكس ممكن اللاعب وهو ماشي من غير ما حد يجي جنبه اللاعب النهارده ممكن يصيب. فالملعب وفي تطوير وفي دعم بيجي من الاتحاد الدولي وبين اتحاد افريقيا للملاعب دي، المفروض يكون الملعب دي افضل من كده. نروح لحكم مباراة اللي هو دانيال من غانا. اهم واجبات الحكم كابتن ايمن وهو ازاي يبقى عنده القدرة يحافظ على سلامة اللاعبين، على يعني يجعل بيئه امنه كابتن عادل في المباراه للاعبين. الحكم النهارده الغاني دانيال لم يوفر السلامه ولا الامان للاعبي النادي الاهلي النهارده. كان ده هنشوفه من خلال الحالات اللي موجوده سريعا، هنشوف الحالات ديت وهنشوف الحكم وقدره الحكم على فهمه للقانون وتطبيقه للقانون. للاسف الشديد هو ما كانش عنده قدره للتطبيق، حتى في عقوبات الانضباطيه ما كانش عنده القدره ان هو يطبق العقوبات الانضباطيه بشكل صحيح. عندنا الحالات، انا جايب يمكن خمس حالات سريعه لكابتن اسامه هيقولوا الكلام دوت اللي احنا بنقوله، ان الحكم ما عندوش فهم جيد دي القانون. ونشوف عندنا اول حاله هنا، شوف اللاعب اللي هو الفريق المنافس وطريقه واسلوب الدخول على لاعب نادي الاهلي. هنا دي نمره واحد، هنا الحذاء في وجه اللاعب، ودي يمكن اقل شيء نقدر نقول عليه الانذار. يمكن ده اول انذار عندنا، حكم طبعا لم يشهر البطاقه فيه واحتسب المخالفة فقط ولم يشهر البطاقة. دي نمرة واحد، دي أول حالة عندنا. هنا الإنذار موجود والحكم لم يشهر البطاقة في هذه الحالة. نشوف الحالة اللي بعد كده، حالة من الحالات المهمة جدا. ونشوف أيضا هنا أسلوب الدخول، يعني هو النهاردة ربنا ستر النهاردة كابتن أيمن، النهاردة ما حدش الحمد لله أصيب من لاعبي النادي الأهلي. شوف هنا المهاجمة اللي هي جاية ديت من اللاعب، شوف أسلوب الدخول هنا مش على الكرة خالص، ولكن هنا على القدم. يعني القدم ديت لو جت في الجزء السفلي للاعب النادي الاهلي اعتقد هتبقى اصابه كبيره جدا جدا. وهنا هذه اللعبه تحتاج البطاقه الصفراء، ولكن الحكم لم يشهر البطاقه الصفراء في هذه الحاله. دي ثاني حاله. نروح للحاله الثالثه سريعا ايضا ونشوف هنا مدي انذار لاليو ديانج. يعني عندنا انذارين فاتوا الحكم ما اشهرش فيهم البطاقه، وفي الحاله ديت هو ادى هنا انذار لاليو ديانج لنتيجه التطور. وهنا الانذار، انا بقول الانذار هنا صحيح للاعب النادي الاهلي، ولكن انا بقول هنا المعيار مش واحد، والتقدير المخالفات المفروض يمشي على الفريقين يا كابتن اسامه. نشوف بعد كده الحاله اللي جايه، وايضا حاله من الحالات المهمه جدا وهنشوفها. يعني انا عاوز اقول حاجه بس كابتن اسامه هنا، بس هرجع تاني بس لحظه واحده بس. هذه الحاله للاسف الشديد الحكم لم يشهر البطاقه الصفراء. ويعني هنا بنتكلم في المهاجمه وبالستارز وفي الفخد ومنطقه مش محميه كابتن علاء، ودي بنتكلم فيها دي بطاقه حمراء مباشره. دي بطاقه حمراء مباشره، هو لم يشهر البطاقه الصفراء، وده بيدل على ان هذا الحكم ما عندوش قدره ازاي ان هو يفهم القانون ويطبق القانون. هو بعيد عن اللعبه شويه يا كابتن. كابتن ده قريب جدا، خلي بالك هو مش بعيد. لازم نقرب. واسلوب الدخول كمان، يعني عندنا هنا مساعد كابتن عادل، برافو عليك كابتن عادل. هنا كمان المساعد هو اللي بيقرب على فكره يا كابتن، ده اقل شيء. بالظبط اقل شيء الانذار. هنا اللاعب لما تعاد هو مش شايف رجل اللاعب، يعني اللايمان يشوفه اكتر. اللايمان هنا المفروض حتى يبقى فيه كوميونيكيشن مع بعض، وعندهم الكوميونيكيشن سيستم المفروض هم بيتواصلوا. بالظبط. فهذه الحاله طبعا هنا انا بقول على الاقل، على الاقل هنا انذار كابتن اسامه ولم يشهر البطاقه. دي عندي ثالث حاله، هنروح للحاله اللي بعد كده سريعا. هي كلها يعني حالات خاصة بالعقوبات الانضباطية. نشوف حالة من الحالات المهمة أيضا. شوف نفس الأسلوب، هو ده يعني هو ده كابتن أسامة، ده أسلوب لعبهم. أنا كحكم النهاردة واجبي إن أنا أحمي لاعيبة النادي الأهلي، لكن طبعا للأسف الشديد نشوف هنا الحالة ونشوف هو اللاعب جاي هنا مش هيلعب الكرة خالص، ولكن هو داخل هنا على قدم اللاعب النادي الأهلي. بقول النهاردة طبعا الحكم لم يوفر الحماية ولا الأمان، ولم يوفر بيئة صالحة لنادي الاهلي، بيضيف طبعا الملعب المباراه. اعزائنا الوحيد ان الحمد لله النهارده النادي الاهلي لعيبته طلعت سلام. اتمنى من التحكيم الافريقي ان هو يكون افضل
من خلال التطوير التحكيم الافريقي لهؤلاء الحكام اللي هم الصاعدين، لما التحكيم يكون افضل من اللي حصل النهارده كابتن ايمن. وبنقول مبروك للاهلي، وبنقول مبروك طيب ايضا لان اللعيبه الحمد لله خرجت باقل الخسائر. اشكرك شكرا جزيلا كابتن نصر وامتعتنا كالعاده. وهنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع مستر كيفن جونسون مدرب المساعد للنادي الاهلي.